تترجم هذه الاتفاقية مساهمة مجمع سوناتراك بمختلف فروعه في مجهودات الدولة والتزامها بتوفير ما يلزم من التأمين الصحي ومرافق الرعاية الصحية للأفراد من أجل المساهمة في ترقية المنظومة الصحية وتلبية المتطلبات الساكنة وضمان الاستمرارية الخدمة العمومية للصحة. كما تعلمون، التزمت شركة سوناتراك باعتبارها قاطرة للاقتصاد الوطني في خدمة التنمية والمجتمع لأزيد من نصف قرن، وتسعى دوما أن تكون سباقة للعمل الجواري الاجتماعي باعتبارها شركة مواطنة لها التزاماتها الوطنية ولها بصمتها في مشاريع التنمية المحلية للمناطق البعيدة في الوطن. فقد أصبحت هذه الالتزامات مسؤولية راسخة في ثقافة الشركة وعملها.